الجزء الثاني اللي هو النون ستي اليفيشن ام اي مع الانستيبل انجينا، هو الجزء الثاني من الاكيوت كورونري سندروم، وهنكس القلب. ده اعاده تاني للاي سي جي عشان نفكره لكم، وزي ما قلنا الجزء الاولاني اللي هو البي ويف بتاع الديبولاريزيشن بتاع الاتريم، والجزء الاعلي اللي هو الكيو ار اس اللي مكتوب عليه كيو ار اس، ده بيمثل ديبولاريزيشن في الفنتريكل، وبعدين التي ويف اللي هي الريبولاريزيشن، والاس تي سيجمنت هي الجزء اللي باين بتوين الكيو ار اس والتي ويف، هو ده اللي بنعتمد عليه. لما بيبقى عالي بنسميه اس تي اليفيشن اللي احنا خلصناه، ولما بيبقى واطي زي ما انتم شايفين على اليمين في الصوره في ديبريشن للاس تي سيجمنت مقارنه بالتي بي لاين اللي بعدها، باين واضح تماما. والديبريشن ده بياخد اشكال مختلفه، لو احنا بصينا على اليمين تحت هنلاقي الاس تي ديبريشن واضح، وهو في الجزء اللي على اليمين وتحت بيبقى عامل سلوبينج داونورد زي ما انتم شايفين، ومكتوب اس تي ديبريشن. وده اكزامبل تاني بيوريكوا الاس تي ديبريشن مقارنه بالتي بي لاين اللي بعده، فده كلها علامات تشخص الاس تي ديبريشن. وده اكزامبل تاني للاي سي جي زي ما انتم شايفين، السهم بيشير الى الديبريشن اللي موجود في في 6 قدامكم، وكمان موجود في ليد 2 وموجود في ليد 1، يعني في عده اماكن من رسم القلب عشان تبقى عينكم واخده على شكل الديبريشن في الاي سي جي. اكزامبل تاني برضو في اسهم بتشير الى الديبريشن موجود في في 4 في 5 وفي 6. يبقى احنا عشان نشخص النون اس تي اليفيشن ام اي دي، الاول قلنا التشست بين، وبعدين اتكلمنا بدقه على البايو ماركر، واتكلمنا على الاي سي جي اللي فيه الديبريشن. نمره 4 اللي هي النون انفيزيف تيستنج، اللي هي عباره عن التريدميل اكسرسايز تيست او البايسكل ارجوميتر او ستريس ايكو، بس بننوه ونقول ان all these are contraindicated when the patient is still in pain، يعني لو البين لسه قاعد او في ديبريشن في الاس تي سيجمنت ممنوع منعا باتا نعمل الاختبارات دي، لانها قد تدخل العيان في انفاركشن كامل او ديس. فاحنا بننتظر 24 ساعة بعد الاستابيلايزيشن بتاع البيشنت من حيث البين، من حيث الاس تي ديبريشن، من حيث الهيموديناميك او اي الكتريكال تشين في الريزما، ممنوع نعمل النون انفيزيف تيستنج الا لما حالة العيان تستقر عشان ما نضرش العيان. ونمرة 5 الكوروناري انجيوغرافي، وده على طول هو الجولد ستاندرد، بيبين البيزل اللي هو فيه الضيق وبيبين اذا كان هناك ثرومبس او لا. الصور دي كلها، الاولاني اللي على الشمال ده عبارة عن المشاية بتاعت التريدميل، زي ما انتم شايفين العيان واقف على مشاية، المشاية دي بتسرع بالتدريج وبتطلع بزاوية بالتدريج عشان تعمل استرس للعيان، فلو في اي ابنورمالتي في الاس تي هتبان ونشخص بيها النون اس تي اليفيشن. اللي على اليمين من فوق ده النيوكلير، وده عبارة عن مادة مشعة بتدخل في المايوكارديوم، فلو في حتة ما فيهاش تروية او الشريان بتاعها مسدود هتبان ان الحتة دي ما فيهاش تروية، لكن كل اللي انتم شايفينه ده نورمال، كله مليان بزوايا مختلفة للقلب، الفوقاني كروس سكشنال، والبعدها في حاجة اسمها انتيرو انفير، وفي لاترال وسبتا. نمرة 3 اللي هو تحت على الشمال، ده عيان قاعد على عجلة اسمه بايسكل ارجوميتر، كلها دي وسائل لعمل مجهود. اللي على اليمين تحت ده الأشعة المقطعية المتعددة للشرايين التاجية، وده اللي انتوا شايفينه ده الرايت كروناري ارتري، والسهمين دول بيشيروا الى الكالسيوم والناروينج للي موجود في الشريان، وبنشخص بيه الكروناري ارتري ديزي. هنا الصورة دي فيها اللي على الشمال عيانة نايمة على ترابيزة سرير الايكو، والفني او الدكتور بيعمل الايكو ويشوف الحتت اللي فيها ابنورماليتي، او بنديله يعني درج معين عشان نزود ضربات القلب ونعمل له ستريس ونشوف التأثير بتاعها على الاي سي جي او على الايكو اللي موجود قدامنا. الحاجة الأخيرة اللي هي المالتي سلايس سي تي، ده الجهاز بتاع الأشعة المقطعية اللي احنا لسه مورينكم صورة ليها. ده
الكوروناري انجيو، والكوروناري انجيو ده طبعا زي ما قلنا الجولد ستاندرد. ولو شفتوا الصوره الفوقانيه اللي على الشمال وفيها سهم بيشير الى الليفت مين ارتري، وهو زي ما انتم شايفين ضيق قوي عند اخره، وطبعا ده معناه ان في سيفير كورونال ارت ديزيز. اللي على اليمين وفوق فيها اول صوره على الشمال اللي هي ايه، فيها الرايت كورونال ارتري مقفول على الاخر، وبعدين بي لا ده مش مقفول على الاخر بس في ناروينج في حتت معينه، وهكذا في كل الرسم. اللي تحت على الشمال ده اللي هو الشريان الامامي النازل ال LED وباين فيه الناروينج، وزيه زي اللي على اليمين في سهم صغير او راس سهم بتبين الليجن اللي في ال LED. وطبعا احنا عارفين الكوروني انجيو هو الجولد ستاندرد لتشخيص كوروني ارت ديزيز. طيب ازاي بقى هنقيم الريسك ستراتيفيكيشن، يعني ازاي هنقول الاستي اللي هو العيان بتاع النون استي ده حالته شديده او بسيطه؟ في كذا طرق، عدة طرق عشان نقيم الشدية بتاعتها. الأولى اللي هي عملتها الأوروبيان سوسايتي، ودي بتقول إنه لما نقسم عيانين النون اس تي إلى فيري هاي ريسك أو هاي ريسك أو انترميديت ريسك. الفيري هاي ريسك اللي هو على الشمال الأحمر، وده اللي هو العيان هيمودايناميكالي انستيبل، يعني إيه؟ يعني الضغط بتاعه واطي خالص، يعني هو عنده كارديوجينيك شوك او عنده الم مستمر مش بيروح ويجي، او بيروح ويجي وما بيروحش على طول، لا كل شويه يرجع تاني، او عنده اريزميا شديده، او عنده كومبليكيشن ميكانيكال اللي احنا لسه قايلينها في الاس تي اليفيشن، وهي يعني حصل له ربشه للانترفنتريكولار سيبتم او بابيلاري ماسل، او الاس تي عماله تطلع شويه وتنزل شويه وتطلع شويه وتنزل شويه، يبقى ده فيري هاي ريسك. العيان ده لازم يدخل على القسطره خلال ساعتين. النمره اللي بعدها الهاي ريسك اللي هي لونها اصفر، ده بيبقى الدياجنوز متاكدين منه، عنده نون اس تي اليفيشن وعنده تروبونين عالي، وبعدين الاس تي تي تشينجز بتتغير برده دايناميكالي، وعنده حاجه اسمها جريس سكور اكتر من 140، وده مفروض يدخل القسطرة خلال 24 ساعة عشان ننقذه لأن حالته شديدة. الانترميديت ريسك اللي هم أقل شوية اللي هي بالأصفر الفاتح، يا إما العيان عنده دايابيتس ميليتس أو عنده رينال انسفشنسي أو عنده الليفت فنتريكل ضعيف الإيجيكشن فراكشن أقل من 40، أو عنده هارت يعني evidence of congestive heart failure، او عنده بوست انفاركشن انجينا، يعني لسه كان عنده من 10 ايام ولا من اسبوع انفاركشن ودلوقتي جاله بين تاني، او عمل بي سي اي او كابج اللي هو تدخلات في القلب وبعدين جاله انجينا، يبقى ده انترميديت، او عنده جريس ريسك من 109 الى 140، وده ندخله القسطره خلال 72 ساعه. الطرق الاخرى عشان تعمل ريسك ستراتيفيكيشن التيمي ريسك سكور، ده اللي احنا قلناه برضو في الاس تي اليفيشن ام اي، وهو يعتمد على نقاط. العمر بتاع العيان لو اكتر من 65 ياخد نقطه، لو عنده 3 ريسك فاكتور زي قلناهم في اول المحاضره ياخد نقطه، لو عنده قبل كده كان انجو وعنده ناروينج اكتر من 50% ياخد، لو في اس تي ديفيشن ياخد نقطه. وبنعد النقاط دي اللي انتوا قدامكم اهي باللون الازرق، ونترجمها الى لو العيان عنده واحدة بس يبقى الريسك بتاعه ان يجيله انفاركشن او يجيله يحتاج لريفاسكولاريزيشن سريع، يبقى لو نقطة واحدة يبقى ياخد يبقى 4.7، لو نقطتين يبقى 8.3، لو مثلا 5 نقط يبقى 26% منهم هيجيلهم الكلام ده. وعلى هذا الاساس بنعمل استراتيفيكيشن او اسسمنت للانستيبل انجينا. برضو من ضمن ان الماركر اللي هي التروبونين اللي احنا متكلمين عنها لما تبقى عالية قوي طبعا يبقى معناها الريسك عالي، وهكذا السي كي ام بي ده انظر بايو ماركر برضو بيقول، او السي رياكتيف بروتين لو عالي، او كل دي فاكتورز لما احنا نقيسها ونلاقيها عالية قوي يبقى معناها ان العيان هايلي ريسك ويبقى فيه خطر. الجريس زي ما قلت لكم ده عبارة عن سكور معين مش هنخوض فيه طبعا لانه صعب عليكم، لكن بنديله درجات، لما يبقى فوق 140 يبقى فيري هاي ريسك، لما يبقى من 109 ل 140 يبقى مودريت، لما يبقى اقل من كده يبقى اقل. واخر حاجه الانجو
برضو بيقيم لو في ليفت مين، يعني الشريان الرئيسي خالص هو اللي ضيق، او في مالتي فيزل ديزيز، او في ليفت فنتريكولار ديسفانكشن والفانكشن بتاعت الهارت ضعيفه. كل دي حاجات بنعمل بيها استراتيفيكيشن او اسسمنت للنون ستي اليفيشن ام اي مدى خطورتها على العيان. يبقى عشان نلخصهم نقول ان لو عيان اكبر من 70 سنه او عنده دايابيتس ميليتس او عنده بعد ما كان عنده انفاركشن جاله انجينا تاني او عنده بريفرال باسكولار ديزيز او سريبرال باسكولار ديزيز، كل دي عوامل خطوره. وبعدين لو الانجينا مستمره مش راضيه تروح، بتروح وتيجي على طول، او عنده مانيفيستاشن لهارت فيلر او هايبوتنشن او ريبيتد اتاكس من البين او الاريزميا، كل دي خطوره للعيان وبتحمل بروجنوزز سيء. كل ما الاس تي ديبريشن في الاي سي جي تبقى زياده، يبقى احنا قلنا التشخيص يبدا من نص مليمتر، لكن لما تبقى اس تي ديبريشن 3 مليمتر طبعا بتبقى اخطر بكتير من النص. وبرده تشي ويف كل ما تبقى انفيرشن شديد او متكرر يبقى معناه ان في خطوره اكتر. هنعالجها ازاي؟ يعني احنا بنحدد مدى الخطوره، والعيان اللي حالته خطيره قوي بندخله لازم الكورونري كير يونت، وبنقول له انه لما اموره تستقر خالص بنسمح ليه بالحركه بعد 12 ل 24 ساعه من اخر شكوى من الالم. قبل كده طبعا بيبقى في خطر، لازم نبقى مريحينه على السرير. الاوكسجين بنديه لما يبقى الساتوريشن بتاع الهيموجلوبين اقل من 90%. مورفيا في حاله الالم الشديد، نيتريت اللي هي بتوسع الشرايين بنديها بس على شرط يبقى الضغط مش واطي، لازم يبقى اعلى من 90 مليمتر السيستوليك بلاد بريشر. وبعدين الدراجز اللي هي بتساعدنا البيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر والاس انهيبيتور والاي ار بيز الانجيوتنسر ريسبتور بلوكر والستاتين، كلها ضمن الادويه اللي بتعطى للعيان بتاع النون ستي اليفيشن. ده الجنرال مانجمنت. العيان اللي احنا مش بندخله القسطره وبنديله علاج كونسرفاتيف اللي هي الحالات الابسط، بنديله برضو زي ما قلنا قبل كده الانتي بليتلت والانتي كواجلانت. الانتي بليتلت اللي هي زي ما قلناها الاسبرين واللودنج دوز 300 والمينتنس 75 الى نهايه عمر المريض. انما الانواع الثانيه الكلوبيدوجريل او التيكاجريلور بنديها لمده سنه من الاتاك، وليها الجرعه اللي مكتوبه قصادكم وبننفذها زي ما هي مكتوبه كده. الانتي كواجلان بيتعطوا as soon as possible، يعني اول ما العيان يجي بالنون ستي اليفيشن ودخلناه العنايه على طول بنبتدي الانتي كواجلان، وهي الانفراكشنيتد هيبرين، ده النوع الاولاني اللو موليكولار هيبرين اللي هو بيستعمل اكتر دلوقتي، والفوندابارينكس، والاخيره نمره 3 دي هي احسن منهم في انها بتعمل بليدنج قليل، والجرعات بتاعتها كلها زي اللي قلناها بالظبط في الاس تي اليفيشن ام اي. امتى بقى نعمل انترفنشنال؟ زي ما قلنا في الهاي ريسك بيشنت اللي احنا شرحناهم في البدايه، اللي هم عندهم اي هيمودايناميك او ستي ديفريشن او الم مستمر او جريس سكور عالي او دايابيتس، كل دول عيانين بنعمل لهم انترفنشن. عندنا نوعين من الانترفنشن، لا اما البي سي اي اللي هي بيركوتينيوس كورونر انترفنشن اللي احنا بنعملها احنا الفيزيشن وبنعملها في قسطره القلب، او الحاجه الاصعب اللي هي الكابج اللي هي عمليه توصيل شرايين للقلب، واللي دي بيعملها جراح القلب مش احنا. البي سي اي ده بيخص الحاجات الليس كومبلكس اللي هي سهله او ممكن نعملها، وفي الحاله دي بندي الانتي كواجلانت طول مده البي سي اي، لكن بعد ما يطلع من اوضه القسطره ما بياخدش انتي كواجلانت تاني. لكن الانتي بليتلت بتتعطي قبل البي سي اي، وهي اما الانواع الثلاثه اللي قلناهم الاسبرين لودنج والكلوبيدوجريل او التيكاجريلور او البراسوجريل، دول بيتعطي لودنج دوز وبعدين بندي مينتنس لمده سنه بعد كده. وبنحط الدعامه اللي هي الدراج اليوتنج ستنت الجديده اللي هي بتتعطي. الكابج بقى اللي هو الكورونري ارتري باي باس جرافت، ده بيتعطي انديكيتد في المور كومبلكس، لو كان الليفت منش ارتري هو المتاثر، مالتي فيزل ديزيز، او العيان عنده دايابيتس ميليتس. الصوره دي بتبين لكم الديفايسز اللي بتستعمل. لو بصينا في اعلى اليمين
هنلاقي اول صوره اللي هي بيفور الاستنت اللي فيها الشريان ضيق، اللي هما الاعلى اليمين الشريان ضيق ومعرج ولونه اصفر، وبعدين ركبنا له الدعامه فتحت الشريان وخلته واسع وزي الفل. واللي في الوسط بتبين لكم البالونه اللي جوه الدعامه قبل ما نطلع البالونه. الصف التحتاني ده عمليه القلب المفتوح اللي احنا بناخد وصله من الاورطة او الفروع بتاعته عشان نوصل الشريان الضيق. فاللي على اللي تحت على الشمال فيها شريان واصل من السبكليفيان ارتري الى الليفت انتيرو ديسندنج اللي هو اول واحد، او فيها في نفس الرسمه شريان بيوصل بين الاسندنج اورطة والرايت كروناري ارتري، وهكذا. هي دي الكابج بمختلف انواعها حسب الشريان اللي ضيق عند العيان عشان نوصل له شريان تاني يجيب. هنا الصورة دي فيها على الشمال عيانة نايمة على ترابيزة سرير الإيكو، والفني أو الدكتور بيعمل الإيكو ويشوف الحتت اللي فيها أبنورماليتي، أو بنديله يعني درج معين عشان نزود ضربات القلب ونعمل له ستريس ونشوف التأثير بتاعها على الاي سي جي او على الايكو اللي موجود قدامنا. الحاجة الاخيرة اللي هي المالتي سلايس سي تي، ده الجهاز بتاع الاشعة المقطعية اللي احنا لسه مورينكو صورة. وبالنهاية بنقول الكونكلوجن، والكونكلوجن ده بيبقى بنقول الأسروسكلروز is the most common cause of ischemic heart disease and caused by deposition of fat in the wall of the coronary arteries forming plaques. Acute coronary syndrome is caused by plaque rupture and results in لو في total occlusion هيعمل ST elevation، لو في subtotal بيعمل non-ST elevation. في الـ ST elevation MI اللي هي الجزء الأول من المحاضرة، الـ most important point is rapid reperfusion. الـ primary PCI is preferable، أحسن من الـ fibrinolysis، على شرط إن يكون العيان يقدر يوصل الـ primary PCI في أقل من ساعتين من الـ first medical contact، من ساعة ما الدكتور شافه أقل من ساعتين هيقدر يوصل كويس قوي. وإحنا قلنا إن المستشفى أسيوط الجامعي هي الحتة الوحيدة اللي فيها البرايمري بي سي آي على مستوى الأبر إيجيبت، لكن إحنا بيحددها العيان اللي جاي. لو جاي من مركز قريب هيوصل قبل الساعتين يبقى خلاص يتبعت على طول عشان يتعمل له البرايمري بي سي آي. لكن إذا كان هو بعيد، مركز بعيد مثلا ملاوي مثلا حتة بعيدة يعني، أو من المنيا مثلا هياخد أكتر من ساعتين، يبقى لازم الدكتور يديله الفايبرينولايسس خلال 10 دقايق، وبعد كده يبعته بعد ساعتين من نهاية الفايبرينولايسس عشان يعمل كوروناري أنجو. النون استي إليفيشن هو النوع الثاني، ده بنعمل له ريسك ستراتيفيكيشن وبنحدد مدى الخطورة ومدى استعجال القسطرة. وكده يبقى خلصنا المحاضرتين أو الجزئين بتوع الأكيوت كورونري سيندروم، وهندخل على مالتيبل تشويس كويستشن، ودول يعني مش هنجاوبهم لكم دلوقتي على طول. فأنا هقول لكم أول سؤال، الأسروسكليروتيك بلاك إز فورمد أوف، بتتعمل من إيه؟ إحنا قلنا إنها بتتعمل من الكولاجين فايبر، ولا بتتعمل من الليبيد ديبوزيشن وفوقيها فايبرس كاب، ولا من سموز ماسل؟ طبعا الإجابة الصحيحة بي، لأنها معمولة من الكوليسترول والليبيد اللي محطوطة تحت الإنتما واللي ليها فايبر. ده الكوروناري أنجو، والكوروناري أنجو ده طبعا زي ما قلنا الجولد ستاندرد. ولو شفتوا الصورة الفوقانية اللي على الشمال وفيها سهم بيشير إلى الليفت مين أرتري، وهو زي ما انتم شايفين ضيق قوي عند آخره، وطبعا ده معناه إن في سيفير كوروناري أرت ديزيز. اللي على اليمين وفوق فيها أول صورة على الشمال اللي هي إيه؟
فيها الرايت كورونري ارتري مقفول على الاخر وبعدين بي لا ده مش مقفول على الاخر بس في ناروينج في نمره 4 بلاك ديسربشن والليد تو بليتلت اجريجيشن عملت وايت ثرومبس وبعدين ثرومبين جنريشن عملت ريد ثرومبس ايوه عملت الاثنين يبقى الاجابه الصحيحه اي اند بي في سي. نمره 5 الفالنربل بلاك ايه هي الفالنربل بلاك اللي هي عندها استعداد تحصل ربش طبعا بتبقى موجوده في رقم بي اللي هي في لارج ليبيد كور وسين فايبرز كابل اللي هم مستعدين انهم يحصل لهم ربش. نمره 6 الاستي اليفيشن ام اي والريزلت فروم هل انكمبليت اوكلوجن ولا كومبليت اوكلوجن ولا ربشر لا الاجابه الصحيحه بي وهو نتيجه كومبليت اوكلوجن اوف كورونال ارتري. نمره 7 النون استي العكس بقى بيحصل من انكمبليت اوكلوجن اللي هو نمبر اي. الكلاسيفيكيشن اوف اكوت سيندروم بتعتمد على ايه اللي احنا لسه شارحينها هل الاي سي جي تشينج البايو ماركر او الكلينيكال بيكتشر او احنا طبعا بتعتمد على الاي سي جي عشان احنا سميناها اس تي اليفيشن ونون اس تي اليفيشن يبقى الاجابه الصحيحه هي ايه. نمره 9 المين ستي في الاس تي اليفيشن تو جيف يعني واحد عنده اس تي اليفيشن هل اهم حاجه نديله مورفيا ولا اوكشن ولا بيتا بلوكر ولا بسرعه نبعته عشان يعمل له ريبرفيوجن باي بي سي اي او باي فايبرينوليتك سيرابي الاجابه الصحيحه طبعا هي دي. وبعدين نون اس تي اليفيشن ام اي يعني عشان هل في كل الحالات يبقى في اي سي جي تشينج او بايو ماركر او الاثنين او بص اي سي جي اند باي كود بي نورمال ايوه الاجابه الصحيحه انه عندنا جروب اسمه الان ستيبل انجينا بيبقى الاي سي جي فيه نورمال والبايو ماركر نورمال يبقى الاجابه الصحيحه هنا سي. نمره 11 اس تي اليفيشن ام اي بيعتمد على الدايجنوز بتاعه على وجود الم ايوه على وجود اي سي جي ايوه على كلينيكال داتا الون ولا كومباينيشن وكل دول على بعض احنا بنعتمد على كومباينيشن من البايو ماركر والاتش شست بين والاي سي جي تشينجز والنون انفيزيف ايمجنج يبقى الاجابه الصحيحه هنا دي. وكده يبقى خلصنا المحاضرتين او الجزئين بتوع الاكيوت كورونري سيندروم وهندخل على مالتيبل تشويس كويستشن ودول يعني مش هنجاوبهم لكم دلوقتي على طول. فانا هقول لكم اول سؤال الاسوسكريتيك بلاك از فورمد اوف بتتعمل من ايه احنا قلنا انها بتتعمل من الكولاجين فايبر ولا بتتعمل من الليبيد ديبوزيشن وفوقيها فايبرس كاب ولا من سموز ماسل طبعا الاجابه الصحيحه بي لانها معموله من الكوليسترول والليبيد اللي معاه إيه. نمره 14 الانفاركت سايز بنحضره بالنمبر اوف بريكورديال ليد ايوه لكن التشيست بين مش هو اللي بيحدد الحجم بتاعه ولا الديوريشن يبقى الاجابه الصحيحه ايه. 15 الديسز اللي بتحصل في الفيرست اور اغلبها ناتجه من الفنتريكول فايبريليشن يبقى الاجابه الصحيحه سي. ده الكوروناري انجيو والكوروناري انجيو ده طبعا زي ما قلنا الجولد ستاندرد ولو شفتوا الصوره الفوقانيه اللي على الشمال وفيها سهم بيشير الى الليفت مين ارتري وهو زي ما انتم شايفين ضيق قوي عند اخره وطبعا ده معناه ان في سيفير كورونري ارت ديزيز. اللي على اليمين وفوق فيها اول صوره على الشمال اللي هي ايه فيها الرايت كورونري ارتري مقفول على الاخر وبعدين بي لا ده مش مقفول على الاخر بس في ناروينج في حتت معينه وهكذا في كل الرسم. اللي تحت على الشمال ده اللي هو الشريان الامامي النازل ال اي دي وباين فيه الناروينج وزيه زي اللي على اليمين في سهم صغير او راس سهم بتبين الليجن اللي في ال اي دي. وطبعا احنا عارفين الكوروني انجيو هو الجولد ستاندرد لتشخيص كوروني بيتحكمه في اللي هيبعته للقسطره الوقت هو مهم جدا لانه لو اقل من 120 هيبعته لو اكتر من 120 لا مش هيبعته وهيعمل له فايبريوليتك يبقى الاثنين مهمين يبقى الاجابه الصحيحه سي. في 19 النون ان اس تي اليفيشن ام اي نون بي سي اي سنتر ما فيش حته قريبه بتعمل بي سي اي يبقى لو هو الوقت اللي هيروح فيه اقل من 120 دقيقه هيبعته للعيان للبي سي اي يبقى ايه هي الاجابه الصحيحه لكن لو اكتر من 120 ما ينفعش يبقى هنا الاجابه الصحيحه ايه.
نمرة 20 ان ST elevation MI non BCI center الوقت اللي هيروح فيه لغاية السنتر ده لو اكتر من 20 يبقى هو مش هيقدر يبعته، يبقى احسن حل ليه انه يعمل له الفايبريوليتك سيرابي وبعدين يبعته يعمل كوروني انجيو. يبقى الاجابة الصحيحة B في 21 ST elevation MI surgical reperfusion. امتى ابعت العين للجراح؟ لازم يبقى انا مش قادر اعمل له بالقسطره حاجه، يبقى هو معقد لدرجه مش انا مش قادر اعمل حاجه، ونمره 2 ان في جراح قريب اقدر ابعته له. يبقى A and B الاجابه الصحيحه يبقى هي C. 22 الابسولوت كونترا انديكيشن للفايبريوليتك ثيرابي اي حاجه موجوده في البرين هيموريج او ستراكشر ابنورماليتي او اورتيك ديسكشن او عيان بينزف اديله ازاي فايبريوليتك ثيرابي. يبقى الإجابة الصحيحة هنا E كل الحاجات على بعض. الريلاتيف كونترا انديكيشن هم كل اللي موجودين دول ريلاتيف كونترا انديكيشن، سواء البلاد بريشر عالي، سواء انه عنده انترنال بليدنج خلال شهرين اسبوعين لأربعة، او عنده استعمل ستريبتوكاينيز من قبل 5 ايام عشان لا يحصل له يعني انافلاكتيك شوك، او الست الحامل، كل دول ريلاتيف كونترا انديكيشن. يبقى الإجابة الصحيحة E. 24 جنرال لاينز اوف فارماكوثيرابي انكلود في الاس تي اليفيشن، ايوه الانتي كوالنج بتاعتي والانتي بليت بتاعتي وكل الدراجز دي كل دول مفيدين. الانتي كواجلانت عشان بس تبقوا عارفين الاسماء انكلود كل دول ما عدا الاسبرين اللي هو دي، يبقى الاجابه الصحيحه دي لانه الاسبرين ده انتي بليتلت. 26 الانتي بليتلت كل الفوق كله ما عدا الانفراكشنيتد هيبرين اللي هو E، لان كلهم انتي بليتلت لكن الاخير ده انتي كواجلانت. في الاس تي اليفيشن ام اي الاوكشن بتاعتي لما يبقى الاوكشن ساتوريشن اقل من 90 يبقى الاجابه الصحيحه سي. في 28 العيان اللي ما عندوش كومبليكيشن في بالاس تي اليفيشن بنسمح له يتحرك بعد 12 ساعه يبقى الاجابه الصحيحه دي. في الناس اللي عندهم سكسسفل ريبرفيوجن من غير اي كومبليكيشن عملت له برايمري بي سي اي وهو كويس خالص بنخليه يقعد في المستشفى اقل من 3 ايام يبقى الاجابه الصحيحه A. نمره 30 الانسنس بتاع النون اس تي اليفيشن اي ان ستيبل انجينا هي اكتر بكتير من الاس تي اليفيشن والاجابه الصحيحه هي C 3 ل 6 مرات. النون اس تي اليفيشن ان ستيبل انجينا الاي سي جي شود بي ابنورمال، التروبونين لازم يعلى او الاثنين ممكن يبقى نورمال. الاجابه الصحيحه C لانه في الان ستيبل انجينا الاثنين بيبقوا نورمال. نمره 32 ان النون اس تي النون اس تي اليفيشن ام اي ستريس تيستينج زي ما اتفقنا كونترا انديكيتد لو في اي انستابيليتي للعيان احنا ما بنسمحش بيه الا بعد 24 ساعه لما كل العيان يستقر تماما يبقى الاجابه الصحيحه انه لازم كل دول كونترا انديكيشن لانهم العيان لسه مش مستقر. اخر حاجه 33 ريسك ستراتيفيكيشن ان ان اس تي اون كلينيكال برزنتيشن يعني انه كل دول من كلهم بيعملوا ريسك ستراتيفيكيشن سواء العيان عنده اس تي ديبريشن او تغير او في عنده اريزميا كلهم يبقى الاجابه الصحيحه دي. 34 هل الريسك ستراتيفيكيشن بتبقى افكتد بالديابيتس؟ ايوه. بالكورونا كيدني ديزيز؟ ايوه. بالاجكشن فراكشن القليل؟ ايوه. يبقى الاجابه الصحيحه اي اللي هم كلهم الريسك ستراتيفيكيشن النمره 35 والهيلب ان بتخلي يعني الدكتور يقدر يحدد هيعمل ايه، هيعمل انفيز استراتيجي ويحدد العلاج. ايوه الاثنين يبقى الاجابه الصحيحه سي. 36 الانتي كواجلان في الاس تي اليفيشن يستعملوا فقط اثناء البي سي اي وبعد كده ما لهمش انديكيشن يبقى الاجابه الصحيحه A. الانتي بليتلت في الاس تي اليفيشن احنا قلنا انهم بيستعملوا لودنج وبيستمروا لمده سنه بعد البرايمري بي سي اي فيبقى بيستعملوا في كل حاجه، بيستعملوا بعد الفايبرينولايسيس، بيستعملوا بعد الكونسرفاتيف ثيرابي يبقى الاجابه الصحيحه هنا الاف. 38 النون ستي اليفيشن انتي كواجلانت يوزد افتر فايبرينولايسيس ثيرابي
نستعملهم قد ايه؟ الهوسبيتال ستاي اللي هي بي النون اس في اخر 1.39 with cardiac caster and stenting the current duration. الانتي بليتلت بعد القسطره دايما بتستمر لمده سنه اللي هي سي بس. وشكرا لكم.